بسم الله الرحمن الرحيم، معكم نونا الحرفه من قناه على المطبخ. النهارده هنعمل الفراخ الكريسبي اللي احنا شايفينها قدامنا دي. طبعا الفراخ دي كلنا عارفينها وبنشتريها من السوبر ماركت ومن المحلات، وبنشتريها غاليه طبعا وبتبقى مكلفه، ولادنا بيحبوها وبيعشقوها. فاحنا النهارده هنعملها في البيت بمكونات سهله وبسيطه، مش هتكلفك اي حاجة، حاجات من الموجودة عندك في البيت، وهتطلع زي ما انت شايفاها كده في منتهى الجمال. معنا هنا 3 قطع من صدور الفراخ، دول كانوا عندي انا في الفريزر مجمدين يعني وفكتهم. ومعنا هنا 2 معلقة من لبن البودرة، ومعنا 2 معلقة كبيرة من المرقة الفورية، ولازم المرقة الفورية لان هي بتديك نفس الطعم اللي انت بتشتريه من بره. ومعانا بيكنج باودر، ومعانا فيجيتار، كوباية من الفيجيتار. وطبعا الفيجيتار ده احنا بنجيبه هنا عند العطار، بتجيبيه كده سايب بالكيلو. والله عايزة تحطي بقسماط مفيش اي مشكلة، بس ده بيبقى متبل بقى وله طعم يعني التوابل فيه وبيبقى جميل. زي ما شفتي كده احنا مسكنا الفراخ بتاعتنا وقطعناها مكعبات اهي، وهنضربها كلها في الكبة، نفرمها كلها مع بعضها او زي ما انت شايفاني ايه بعمل. ايه بعد ما ضربناها بقى في الكبة هننزل بقى عليها بالمكونات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، اللي هي عبارة عن 2 معلقة من اللبن البودرة، ومعانا 2 معلقة كبيرة من المرقة الفورية، ومعانا 1 كوباية من الفيجيتار، و2 معلقة من البيكنج باودر. هنضرب كل ده مع بعض لحد ما تبقى العجينة في ايديكي ناعمة خالص وكل المكونات متداخلة مع بعضها ومتجانسة كده مع بعضها. ودلوقتي هتشوفي العجينة شكلها ايه. الموضوع كله مش هياخد في ايديكي اي وقت، اهي زي ما انت شايفه، شايفه العجينه، شايفه شكلها ايه. بعد كده هتبتدي بقى تشكليها، وانا عايزه بقى اشكلها نفس الشكل اللي احنا بنشتريه من المحلات اهو. بتكون معاكي 2 معلقة من الزيت، وبتبلي ايديكي كده من الزيت وتمسكيها كده كوره وتشكليها. والله مش عايزه تعملي نفس الشكل ده، حاجه طبعا براحتك، اعمليها الشكل اللي يريحك. المهم احنا بنتحايل طبعا عشان الولاد والحاجة تبقى نفس الشكل ونفس الطعم اللي هما بيشتروه. وطبعا دي انت عاملاها في البيت والمكونات انت يعني الحاجة نظيفة وعاملاها بايديكي، طبعا تختلف عن اي حاجة من بتاعة المصانع واللي انت بتشتريها من المحلات والشوارع. وانت عارفة طبعا ان الحاجات دي دلوقتي اسعارها كلها غالية، واحنا عملناها اهو ما كلفتناش اي حاجه، وفي ثواني كنا مخلصينها وعملت معانا كميه كويسه. يعني 3 قطع من صدور الفراخ عملوا حوالي 20 قطعة من الفراخ، يعني عملت كميه جميله جدا وكبيره. وطبعا لو في ناس طبعا بتحط بقسماط اكتر من اللي انا حطاه، انا حاطه فيجيتار، هما بيحطوا بقسماط عشان يكتروا الكميه، بس انا عاملاها كده يعني ايه عشان تحسي بطعم الفراخ فيها. معانا هنا كورن فليكس. كورن فليكس ده طبعا كلنا عارفينه، ولادنا كلهم بياكلوه. احنا عشان عايزين الخلطه بتاعتنا تبقى كريسبي وتبقى خشنه وتديكي نفس الشكل وتبقى مقرمشه قوي، لان يعني على حسب ما انت عايزه. والله لو مش عايزاها مقرمشه قوي ممكن تجيبي الكورن فليكس ده برده سايب وتجيبيه مطحون، يعني مطحون ناعم شويه. انا عايزاها كريسبي، الواد بيحبوها كريسبي، فانا عايزاها تكون الخلطه بتاعتها تكون خشنه. يعني معانا هنا في البوله اللي قدامنا دي هنحط ميه متلجه. الميه المتلجه دي هنحط فيها 2 معلقة من البابريكا، وهنحط فيها 1/4 معلقة من الملح طبعا، لان احنا عندنا الفيجيتار مملح، عندنا المرقه الفوريه مملحه طبعا كده عشان ما تبقاش الفراخ بتاعتنا حادقه اهو.
هتمسكيها كده تبليها من الميه اللي هي في اللي عليها البابريكا دي، الميه المتلجه، وبعد كده تحطيها في الايه، في خلطه الكريسبي، وطبعا تكوني مصفياها كويس من الميه عشان ما تبليش الخلطه بتاعتك وتبوظ منك، ما تعرفيش تكملي بقيه الفراخ. وطبعا زي ما انت شايفه كده، لو عايزه تحطيها مرتين تحطيها على اساس ان هي تبقى كريسبي اكتر، طبعا ده شيء بيرجع لك زي ما انت عايزه. اهي زي ما انت شايفه، وهتبتدي بقى ترصيها في الاطباق بتاعت الثلاجه. ودلوقتي نشوف هي هتعمل كميه ما شاء الله جميله جدا، وكميه كبيره، واحنا ما استهلكناش حاجه يعني. يعني الثلاث صدور اللي هم ثلاث القطع بتوع الفراخ دول يعني ما كملوش كيلو فراخ، كيلو يعني حوالي 900 جرام، عملوا لنا 20 قطعة من الفراخ. اهو زي ما انت شايفة الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، وكبسي عليها كده بايديكي عشان تلزق الخلطة بتاعتك على الفراخ اهو، وهتطلع معاكي مقرمشة وفي منتهى الجمال، وولادك هيحبوها وهيشكروكي عليها وهيطلبوها منك كل شوية. شوفي بقى انت لما بتروحي تشتري من السوبر ماركت الكيس، شوفي بتدفعي فيه قد ايه، وبيبقى فيه كم قطعه، والقطعه طبعا مش بنفس السمك ولا نفس بنفس الجوده اللي قدامك طبعا، اللي انت عاملاها في بايديكي وعارفه مكوناتها كويس قوي وفي منتهى النظافه اهي. يعني الموضوع ما اخدش في ايدينا ثواني، وعملنا احلى فراخ كريسبي وما خدتش في ايدينا وقت، ومكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وممكن تعمليها برضو بالبانيه، يعني مش لازم تكون صدور فراخ موجودة عندك، لو عندك بانيه افرمي البانيه برضو واعمليه نفس الطريقة ونفس الموضوع، هيطلع معاكي في منتهى الجمال. أكلة جميلة وسهلة وبسيطة كلنا بنحبها، ولادنا بيحبوها وبيعشقوها، وعطتنا كمية حلوة قوي من 900 جرام من الفراخ، عملنا 20 قطعة كريسبي زي ما انت شايفة كده، وما حطناش بقى على حاجات ملهاش لازمة، وبألف هنا وشفا.